ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وأولى فقراتنا الحوارية في 10 الصبح في الأهلي. والحقيقة يعني يمكن مرارا وتكرارا كنا بنتكلم إن مفيش أكيد رياضة دلوقتي بقت حكر على الرجالة بس، لكن السيدات الحقيقة اقتحموا كل الألعاب تقريبا. النهاردة بقى هيكون معانا بطلة من بطلات الرماية اللي ليهم إن شاء الله مستقبل واعد ورفعوا علم مصر في كتير من البطولات العالمية. طبعا أكيد هي منورانا في الاستوديو دلوقتي، بنرحب بضيفتنا هالة الجوهري لاعبة منتخب مصر في الرماية. هالة منورانا. بنورك، شكرا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. صباح الفل عليك، صباح النور. صباح النور. احساسك ايه وانت بطله عالم في الرماية؟ يعني قاعده عادي كده؟ ده حلم. ده حلم قدامنا. ده كان حلم. ده جزء. ده جزء بس. ده السنه دي بس. ده ما تيأس. السنه دي بس. ده السنه دي بس كلها يعني افريقيا عرب كده. اوكي. طب انا كنت سامع من شويه مريم قبل ما يعني نطلع على الهواء كانت بتقول لك انا عايزه تعرف منك بدايتك كانت ازاي. خلينا فعلا نعرف بداياتك مع الرياضه دي، وخصوصا ان هي مش رياضه يعني مش دارجه قوي للسيدات. دي حقيقه فعلا. دي حقيقه فعلا. هم بيستغربوا اصلا ازاي في بنات بيلعبوا رمايه. يعني انا من اسماعيليه اصلا، ما بلعبش هنا. الله يخليك. انا بدات تقريبا من 16 سنه. بابايا كان المدرب في نادي القناه في الهيئه. بدأنا، بابا كان بياخدني معاه وكده، وبعدين بدأت احب، حطني على الطريق من الاخر وسابني يعني، وانا بقى اشتغلت. من تاني سنه على طول بدايتي دخلت المنتخب، والحمد لله لحد وقتنا هذا انا في المنتخب ناشئين وطلعت سيدات. برضو شاركت في بطولات كتير جدا بره مصر، واخرهم اللي هي بطوله اذربيجان اللي كانت من اسبوع. انا 12 على العالم ما شاء الله. في بطولة يعني تكاد تكون من أقوى البطولات اللي موجودة، لأنها كان فيها كوتا للأولمبياد باريس. فبطولة شرسة جدا، بطولة مهمة جدا، والحمد لله ربنا وفقنا، وكان فاضلي تقريبا 3 بونت على أحسن 8 على مستوى العالم الفاينل. فدي خطوة يعني أنا خلاص، يعني خلاص أنا بوصل للحلم بتاعي إن شاء الله. أنا كنت في أولمبياد طوكيو اللي فاتت. يعني في حاجات كتير قوي، تضحيات كده كتير في النص يعني اكيد هنعرفها، بس من ضمن التضحيات ان انا سبت ابني 4 أو 5 شهور وسافرت. طبعا ده شق هنتكلم عنه لوحده. اصلا فكره ان انت توفقي ما بين حياتك الشخصيه وما بين فكره ان انت بطله عالم بتسافري بطولات كتير. ولكن خلينا الاول قبل ما ننتقل يعني للجزئيه دي، شايفين قدامنا زي ما كنا بنتكلم عن الرصه كده، عايزه اتكلم معاكي اكتر عن البطولات اللي انت حققتيها من اول ما بقيتي يعني بطله في الرمايه، او من اول ما بداتي لعبه الرمايه، يعني البطولات المختلفه، وكمان البطولات اللي انت ما حققتيهاش ونفسك ان انت توصليها. لسه كنت بتتكلمي عن اكيد حلمك، يعني يمكن طبعًا. كان دلوقتي انت محققه ال 12 التصنيف، اكيد ليكي حلم اكبر من طبعًا كده. طبعا اكيد. انا اصلا بدايتي كانت اول مره اطلع بره مصر، كانت او بشارك في بطوله دوليه بره مصر، كان في فرنسا. الكلام ده كان في 2014 تقريبا او 2015. عملت رابع، دخلت فاينل وطلعت رابع على العالم. بس بطولات الناشئين بتبقى يعني مش بقوه البطولات اللي احنا بنبقى فيها دلوقتي، لان بيبقى لسه ناشئين، فاهمه قصدي؟ فبعدها رحنا المانيا، كان برضو المستويات كانت عاليه شويه، فكنت برضو وسط الناس، ما كنتش بعيده. بعدها هولندا، عملت 3 ميداليات، عملت تاني اول تاني. بعدها النمسا برضو، عملت تاني اول. بعدها بقى دخلت السيدات، بدات بقى في بطولات. طبعا في النص في بطولات افريقيه وعربيه كتير، من كترهم انا مش فاكره. انا خدت افريقيا خالص. لا لا لا، بصراحه انا عديت الليفل ده يعني الحمد لله. فالليفل العربي والافريقي يعني الحمد لله انا احسن لاعيبه على مستوى العرب ومستوى افريقيا في الايفنت بتاعي. فمن كترهم ما شاء الله انا يعني مش فاكره، بس انا فاكره الدولي. بس اخر افريقيا كانت انا موجوده فيها كانت شهر 12 في تونس اللي فاتت، واخده اول فردي، اول مختلط، اول ميداليتين. ان شاء الله عندنا في مصر هنا الافريقيه في شهر 10، دي المؤهله ان شاء الله باذن الله لباريس، وباذن الله هناخد الكوتا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بس حلمي بقى ان انا اجيب ميداليه الاول في بطوله عالم، وبعدين ميداليه في الاولمبيكس ان شاء الله. فانا من النوع اللي بحط يعني
مش حلم بعيد قوي، لا انا بحب احط ستيب باي ستيب بحيث ان انا ما صعبش الموضوع على نفسي، لا خطوه في خطوه في خطوه. عشان كده بقى لي انت اوريدي يعني ما فيش حاجه ممكن تبقى صعبه، لان انت بالفعل قطعتي شوط كبير تجاه العالميه الحقيقه. بسم الله ما شاء الله. بالظبط بالظبط. انت كنت بتقولي لنا من شويه ان انت اصلا من الاسماعيليه، فخلي سؤالي ليكي دلوقتي، ما فكرتيش للحظه وانت جايه تدخلي علينا واختك مريم مثلا بقفص مانجا فص مثلا؟ انا مش قادره اقول لك يعني. ما خطرش على بالك الموضوع ده ليه؟ انا مش لاقي وقت اكل مانجا. طب ده اسمه احنا عندنا وقت، ده اسمه كلام. تمام احنا عندنا وقت. طب يلا بعد الحلقه ما عنديش اي مانع. كنت بتقولي لنا بقى ان في تضحيات كتيره اضطريتي تضحي بيها عشان توصلي للي انت حققتيه ده. بص، هو مبدئيا كده مفيش لاعب او مفيش بطل من غير تضحيات، وبتختلف بقى. انا بالنسبه لي التضحيات اللي انا عملتها، اول حاجه ان انا ضحيت بالثانويه عامه بتاعتي عشان خاطر انا في دماغي هدف، يعني انا حبيت، عارف انت حبيت حاجه خلاص خلصت، بس برضو كان الاهل ورايا وتمام، وكانت الدنيا مش بعيده قوي. انت بتقولي ان الاهل وراكي، فكره الريسك ان انت تضحي بثانويه عامه دي، ما فيش بيوت كتير هو أنا اصلا مش ضحيت عشان بيها. بس ايه، ما اعملش مشاكل بس مع الاهل، بس انا مش ضحيت ان بابليك، لا انا اللي هو لا انا دماغي في الرمايه يعني. يعني عشان ببقى صريحه برضو، ما خلاص انا لقيت حاجه انا بحبها متميزه فيها شاطره، فواخده وقتي واخده تفكيري، بقعد على الكتاب دماغي في الرمايه، انا هعمل ايه البطوله الجايه، انا هروح التمرين امتى، طب انا بابا يسمح لي، حضرتك فاهمني. فاللي هو دي اول تضحيه طبعا، انا مش بعيده يعني، هي انا تضحيه من طرفك ومن طرفهم هم كمان، هم طبعا يعني الاكثر من طرفهم طبعا. لان بالنسبه لهم انا كان اصلا حلمي قبل رمان انا ابقى مهندسه زي بابا. أوكي. فلما انا لقيت ان الدنيا بتهرب مني، فانا خلاص انا بحب حاجه تانية. دي اول تضحيه، والحمد لله هم يعني خلاص شايفين ان انا عيني في حته تانية، وشايفين ان انا ماشيه مش برده مش عطلانه في القصه دي. التضحيه اللي بعدها بقى الكبيره بالنسبه لي، ان انا سبت ابني 6 شهور طفل يعني مش محتاج في الفتره دي غير امه، وسافرت اولمبيات 20 يوم او 21 يوم تقريبا. والنقطه دي لو مش موجود بقى فيها زوج محترم مقدر مراته فيه، او مقدر المجهود اللي انا بعمله، لو ما فيش اهل اب وام واخوات يشيلوا الطفل ده، اصل برضه يعني لو كانت هو الدور هنا بيفرق، 6 سنين بيمشي الحياه، لكن 6 شهور انت متخيله الزوج في الوضع؟ لا هو دور الزوج هنا مهم قوي بصراحه، اكيد دعم بالظبط. ايوه، فهي المشكله كمان ان قبلها كان مضطره ان انا اسافر كرواتيا عشان اخد الرقم التاهيلي اللي هو الام كيو اس عشان اسافر الاولمبياد، بس كان ابني لسه في مرحله ان انا مش عارفه ادخل اكل، فمضطر اخده معايا، فاضطريت ان انا اخد جوزي وابني معايا، وطبعا على حسابنا الخاص، وسافرنا. بعدها بشهرين كنت انا سايبه ابني وخلاص ومسافره، ودي كانت اول تضحيه. من ساعتها بقى وشريت الكار بقى، يعني انا بقيت بسيبه واسافر بقى خلاص. انا لقيت الناس سبتهم في اصعب وضع، يعني 6 شهور هو دلوقتي ما شاء الله امير 2.5 سنين. ف ما بيحصلش ساعات كده يعني اللي هو مثلا يجي حد من الاهل او الزوج مثلا يكلمك اللي هو فكره خلاص مثلا انت حققتي كتير قوي كفايه على الحد كده، ما تفتحيش عينه على القصه دي، شكله بيحصل. لا بصي، هو بصراحه يعني هو علشان طالع من بيت رياضي ودماغه بني ادم محترم، فاهم ان المجهود سوي، اللي انا بني ادم سوي في الاول وفي الاخر هو وده سوي، وده طبيعي يعني. هو ده الطبيعي، بس هو فعلا يعني مش مانع عليا حاجه، هو سبورت مادي، سبورت معنوي، سبورت يعني نفسي، يعني انا مش عارفه بصراحه اتكلم عليه اقول له ايه، بس هو حقيقي شايل عني كتير جدا يعني. المفروض ان هو خد الولد النهارده الصبح وداه الحضانه عشان انا جايه عشان في البرنامج، خد اذن من شغله ساعه عشان يوجه تحيه. خلي بالك عايزين نوجه له تحيه بصراحه على الهواء. اسمه ايه وقول لنا كده؟ مهندس مؤمن فؤاد. مهندس مين؟ مؤمن فؤاد. مهندس مؤمن، يعني كل التحيه يعني من اسره قناه الاهلي كلها ليك اكيد، بالنسبه للدعم اللي انت بتقدمه لهاله اكيد، ويعني يمكن اكيد انت كنت سبب اساسي ان هي توصل للي هي فيه ده، وفي كل البطولات اللي هي حصلت عليها. فالحقيقه دايما لما بنلاقي نموذج زي ده كريم، نموذج راجل زي ده بيشجع مراته بالشكل ده، صراحه الحقيقه لازم نوجه له تحيه. ربنا يخليك. مفيش بنت تاني الموديل. لا والله لا في ناس كتير محترمه، بس انا يعني ربنا رزقني بمؤمن، ودي حاجه كبيره والله في حياتي يعني. ربنا يخليكم لبعض ويفرحكم بابنكم يا رب ان شاء الله. امين يا رب. على فكره من زاويه غريبه حبتين لرؤيه الموضوع ده، فكره ان مفيش داعي ان احنا نندهش قوي من قدره اللاعبات المصريات على التميز في عالم الرمايه، لان تحسيه جين في جينات الست المصريه من قديم الازل.
ما تقوليش انت على المرحله دي. كان في امهات عايز اقول لك عندهم طريقه معينه في التربيه، يعني في ام عندها قدره انها تربي فرده الشبشب على ابنها معروفه يطير لحد مستمره لحد دلوقتي. أيوة هو بيمشي كده وبيجيبها. مش غريبه ان انتوا تتعلقوا في الرمايه؟ لا واحنا شاطرين على فكره في اللعبه دي جدا اكتر من الرجاله يعني. في اللعبتين يعني، اللعبه دي والثانيه. طيب هلا كنت عايزه اسالك عن الاماكن، يمكن مش ناس كتير تعرف الاماكن اللي بيتم فيها ممارسه لعبه الرمايه. يمكن انا ساكنه جنب نادي رمايه، فكنت عارفه ان ده المكان الوحيد اللي كل الناس بتجيله علشان تمارس فيه او تتمرن على الرمايه. ودلوقتي يمكن في بالنسبه لعمليات التطوير في المنطقه دي ما بقاش موجود نادي رمايه. عايزين نتعرف منك اكتر عن الاماكن اللي موجوده، يقدر اي حد ان هو بيحب لعبه الرمايه ان هو يكون متواجد فيها علشان ياخد خبره اكتر او يتمرن على الرمايه اكتر. بصي، هو بعد ما اتهد ميدان الرمايه طبعا الاتحاد يعني في وقت صغير جدا عمل لنا ميدان، يعني ميني ميدان كده في المركز الاولمبي في المعادي، يدوب تقريبا 20 حاره، والمنتخب القومي هو اللي بيتمرن فيه. بس بعدها على طول في العاصمه الاداريه اتفتح ميدان يعني مش دولي، يعني من احسن ميادين العالم ميدان الرمايه في العاصمه الاداريه. ميدان يعني فيه الامكانيات كلها اللي موجوده. انا كنت لسه في اذربيجان من اسبوع، الميدان اللي كنت فيه في اذربيجان قديم بالنسبه للميدان اللي عندنا، ميدان اضاءته ضعيفه، فيه عيوب كتير. عندنا الميدان حقيقي رائع، ما فيش طبعا مترعيه فيه كل بقى يعني مواصفات الامان طبعا، كل حاجه طبعا كل حاجه، كل حاجه على مواصفات دوليه ومقاييس عالميه. اتعمل فيه يعني من حب الرياضيين وحب الناس التنظيم والكلام ده، اتعمل السنه اللي فاتت بطولتين فيه، مرتين اول السنه واخر السنه، وان شاء الله السنه اللي جايه برضو فيه في شهر تقريبا واحد او اثنين فيه بطوله برضو هنا في مصر غير الافريقيه اللي في شهر 10. فالميدان تحفه بصراحه. بس بالنسبه بقى الميادين اللي زي ما قالت ان هو اي حد يحب يروح يقدم، انا عشان من اسماعيليه فما عنديش علم قوي، بس اعرف ان في نادي صيد الدقي، اعرف ان نادي طلائع الجيش في ميادين. طب والاسماعيليه نفسها فيها؟ في ميدان طبعا، امال انا جيت ازاي؟ في ميدان هناك في الاسماعيليه، وهو ده اللي انا طلعت منه يعني. طيب وبتفكري في اللي جاي ازاي يا هلا؟ يعني هل كنت تقولي من شويه ان انت مش بتخططي بخطط طويله المدى، انت بتمشي تجاهها خطوه خطوه. بالظبط. فخطتك الفتره اللي جايه ايه؟ مبدئيا خطتي الفتره اللي جايه او تركيزي كله على الافريقيه اللي جايه علشان اخد الكوتا. بعدها ان شاء الله هيبقى في فتره تدريبيه تقريبا 7 أو 8 شهور عشان خاطر الاولمبيكس، وان شاء الله باذن الله ما انزلش عن المستوى اللي انا فيه، ابقى برده يعني اكتر من 12. لا انا اخش، انا اتامل ان انا وان شاء الله باذن الله ادخل الفاينل، وباذن الله نعمل ميداليه ان شاء الله باذن الله. فبعدها بقى ندخل نتكلم في بعد ما نخلص الاولمبيكس بقى في بطولات عالم كتير وكاس عالم، ف الخط طويل ان شاء الله يعني. هلا نورتينا وشرفتينا الحقيقه، كان نفسنا ان احنا نتكلم معاكي اكتر يعني عن بقى القصه والمشوار، واكتر عن كمان لعبه الرمايه، يمكن علشان هي لعبه مش بوبولار قوي بالنسبه للناس، ولكن اكيد هيتكرر لقاءاتنا معاكي ان شاء الله، وتنورينا تاني في 10 الصبح في الاهلي. نورتينا وشرفتينا. شكرا. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا.